وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالإيمان هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى آخر الآيات الكثيرة التي وردت في القبلة. وجاء الدرس الأعظم في هذه القبلة وآياتها هو أن العبرة في الصلاة وفي غيرها من الشعائر ليس هو الصورة والشكل، ليس المقصود بالعبادة صورتها وشكلها ورسومها ومظهرها، وإنما المقصود التوجه إلى الله عز وجل، التوجه بالقلب والتوجه بالفكر والعقل والتوجه أيضا بالجسم والجوارح، هذا هو المقصود. أما التوجه الشكلي الصوري إلى جهة من الأرض فهذا على كل حال ليس هو المقصود لذاته. القبلة إنما هي رمز لوحدة هذه الأمة الإسلامية ودلالة على أن ربها واحد، فهي تتجه إلى بيته حيثما كانت في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. فنزلت هذه الآيات تبين أن الأمة الإسلامية دينها واحد وربها واحد وكتابها واحد ووجهتها واحدة، فيجب أن تجتمع على هذا وألا تلتفت إلى المشوشين والمغرضين والفاتنين والمنحرفين الضالين المضلين. نزلت آيات القبلة مليئة بالدروس التي يجب أن يستفيد منها المسلمون وأن يعوا بها. فالقبلة إذن ينبغي أن لا ينظر إليها من جهة مظهرها، بل هي رمز لوحدتنا، وهي تدل على أن لنا وجهة واحدة وللناس وجهات متعددة. نحن وإن اختلفت أفكارنا وآراؤنا وتوجهاتنا الجزئية في شتى مناحي الحياة، ولكن الوجهة العامة الوجهة الكبرى واحدة، لأن ربنا واحد ولأن ديننا واحد ولأن كتابنا واحد. هذه الكليات وهذه الأساسيات لا نختلف عليها.